وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال في حق من علت مرتبته يوم القيامة لأنه عاش بعد أخيه سنة، أليس قد عاش بعده سنة؟ أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صلى كذا وكذا من الصلوات؟ فوالذي نفسي بيده إنما بينهما أي من المنزلة والمكانة لما أو لأبعد مما بين السماء والأرض. تجددت الفرصة وأصبحت في فرصة يتمناها غيرك، فنحمد الله أولا عليها، فاللهم لك الحمد على ذلك كثيرا ولك الشكر بكرة وأصيلا. ونعزم في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل ساعة أن نحسن اغتنامها، فتتهذب أخلاقنا وتتعدل طباعنا وسلوكياتنا، يستقيم إيماننا على منهج الله سبحانه، حتى نكون من الذين يعبدون الله ويدعونه على بصيرة وليس على جهل. فنسأل الله أن يحقق لنا ذلك كله في رمضان، وأن يجعلنا فيه من النار معتقين.